بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد عياد. إن شاء الله النهاردة حلقة جديدة من التصميم باستخدام صورة دوركس. الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن سيمبل هول وعرفنا ازاي نعمل حفر بسيط داخل التصميم واحنا شغالين، واتكلمنا عن سكيل وعرفنا ازاي نغير حجم التصميم بتاعنا سواء بالنسبة للأكبر أو للأصغر. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن أدوات جديدة من الفيتشرز اللي بتساعدنا في التصميم، وهنبدأ بدوم. من خلال دوم اقدر اعمل قبة لمجسم قدامي، فتعال نروح كده نشوف بنعمل الكلام ده ازاي. تعال نروح على insert features دوم، وطبعا احنا اتفقنا الحلقة اللي فاتت ان احنا هنبدأ كل اداة نوصل لمكانها علشان نعرف الاماكن بتاعتها فين بكل سهولة. بعد كده المفروض ان انا هبدأ اختار السطح اللي هعمل له القبة، فوليكن هنشتغل على الشكل ده. هنختار السطح ده، هتبدأ تظهر عندي القبة بالشكل ده. اقدر اتحكم في المقاس بتاعها بالزيادة او النقص، واقدر اعكس الاتجاه بتاعها على حسب ما انا محتاج، وكمان اقدر هنا احدد اتجاه للقبة بتمشي فيه. ممكن مثلا لو انا اخترت الايدج ده يبقى انا بقول له انا ماشي على المسار ده، واقدر برضو اعكس تمام الشكل. لو قلت اوكي هلاقي عند القبة ظهرت بالشكل ده. لو رجعنا تاني عملنا ايديت للفيتشر ونجرب لو عكسنا الناحية التانية ايه اللي هيظهر، هنعمل ريفيرس للاتجاه التاني. لو جيت قلت اوكي على كده مش هيقبل، لان انا عندي ارتفاع الاكسترود عندي بقيمة 10 مليمتر، فلازم انا اشتغل على في الانعكاس على قيمة اقل، لان هو هنا المرة دي هيعمل لي حفر للقبة. فممكن مثلا لو قلنا ان القيمة هنا هتكون 5 مليمتر، اوكي وقلنا اوكي على كده، وجيت ابص عمل لي حفره. نشوفه برضو اكتر، عملت سيكشن فيو هنلاقي انه خد لي شكل القبه زي ما احنا شايفين الكيرف ده، وده كده اول نوع. تعالى تاني نجرب على سطح تاني، هنعمل تاني insert features دوم، والمره دي هنختار السطح ده، وخلينا نقول مثلا قيمه 10 مليمتر. هيبدا يعمل لي قبه بالشكل ده 10 مليمتر، اقدر برضو ازود في الارتفاع بتاعها زي ما انا عاوز. هلاحظ انها بتظهر عندي بالشكل الكروي. عملنا اوكي هنلاقيها بتظهر عندنا بالشكل ده. لو رجعنا تاني عملنا ايديت فيتشر، ممكن اغير من الشكل الكروي اخليه بيضاوي، ان انا افعل الخيار ده الابتكال دوم، بمجرد ما بضغط عليه هنا بيحول لي الشكل لبيضاوي، او القبة بتاعتي بتاخد الشكل البيضاوي بالشكل ده على حسب ما انا محتاج اصمم. طبعا الشوب ريفيو اللي انا من خلاله بفعل العرض او بلغيه اثناء الاداء. ايه الاختيارات اللي عندي تاني؟ انا ممكن الغي القيمه دي خالص واشتغل على سكتش. فلو جيت هنا انا عندي سكتش مثلا وعايز اوصل لعنده، فبحدد السكتش اللي هو عباره عن النقطه دي، خلاص هو بيوصل لحد النهايه، وهنا على طول هو اوتوماتيك بيلغي التحكم في القيمه وبيلغي شكل الابتكال دوم، لان انت خلاص هتوصل لحد نقطه محددة بالشكل ده. ده كان دوم. تعال بقى ناخد أداة تانية جديدة كده مع بعض، برضو من اللي بتساعدنا في التصميم، وهي أداة مهمة جدا ويمكن هي اللي هتكون أطول شوية النهاردة معانا. هنتكلم عن ديفورم. ديفورم أداة من اللي بتغير في شكل التصميم اللي احنا عاملينه. يعني مثلا كأني عملت تشويه، بس تشويه بمعطيات محددة أقدر أغير فيها شكل مجسم بالكامل. تعال نشوف بنستخدمها ازاي. طبعا انا عندي ثلاث انواع من الديفورم، ان شاء الله هنشتغل على الثلاثه ونشرحهم بالتفصيل. لو رحت على insert features deform هتفتح عندي بالشكل ده. عندي ثلاث انواع من الديفورم: البوينت، كيرفت، وكيرف سيرفرس بوش. طبعا الثلاثه مهمين جدا واهم من بعض. لو اشتغلنا على اول نوع اللي هو النقطه، في النقطة أنا بحدد نقطة معينة بعمل من عندها الديفورم بتاعي اللي احنا برضه هنبدأ نتعرف عليه دلوقتي هو بيتم ازاي. لو جيت اخترت النقطة دي بالشكل ده هنلاحظ انه بدأ يغير لي في شكلها في أو في شكل المجسم بتاعي من عند النقطة دي. طيب بقدر أتحكم بقى فيها ازاي؟ أولًا أنا ممكن هنا أختار دايركشن عن طريق مثلًا إن أنا أحدد ايدج معين بشتغل من عليه واعمل له ريفرس سواء لفوق او لتحت، يبقى ده الاتجاه بتاعي. وممكن الغي الخيار ده خالص، او مثلا ممكن اقول ان انا هشتغل على الحافه الثانيه دي، هنلاقي طبعا الوضع اختلف. يعني بيبقى ده اتجاه للديفورم بتاعي لو انا عايز احدده،
او ممكن بلغيه خالص وشغال على النقطة. طيب بعد كده اقدر اتحكم في ارتفاع الديفورم باني بزود القيمة دي، فالارتفاع ده بيزيد. وبعد كده اقدر برضو اتحكم في المسافة بتاعت المنطقة اللي معمول لها الديفورم. بص كده معايا ان انا بزود من هنا او اقلل القيمة بتاعتي بالشكل ده على مستوى الشكل. طيب لو فعلت الخيار ده الديفورم ريجن بيبدأ يديني معطيات جديدة، زي انا ممكن مثلا اختار سطح معين اعمل له فيكسد مش هيجرى له اي حاجة. لو جيت مثلا عملت فيكسد للسطح ده، لاحظ كده ايه اللي حصل. طيب خلينا كده الغي تاني، شوف التغيير بيحصل ايه لو انا عملت كده وزودت القيمة. ولو عملت نفس الكلام ولغيت ده بيحصل تغيير بالكامل لان مفكسد السطح ده. مش بس كده، انا ممكن اعمل الفيكسد لحافة واحدة، او ممكن اعمل يعني متاح لي اعمل فيكسد لاي سطح علشان ما يحصلش ليه اي تغيير في شكله بالشكل ده. عندي كمان ممكن اختار اسطح معينة هي اللي يحصل ليها ديفورم. يعني ممكن مثلا اقول هنا انا هشتغل على السطح ده فهيحصل تشوه للسطح ده او تغيير في ملامح السطح ده، بس ممكن اختار معاه سطح تاني، ممكن نختار سطح تاني. هنبدأ طبعا نزود علشان هنوصل في النهاية للشكل الاساسي لو اخترت كل الاسطح بالشكل ده. كده انا عملت لاسطح محددة انا بختارها وفي الاتجاه اللي انا محتاجه. الاختيار اللي بعد كده ان انا ممكن اختار مجسم. تعالى نلغي الاسطح دي كلها وممكن نختار مثلا نختار على مجسمات. يعني انا هختار مثلا المجسم ده وهختار المجسم ده، هعمل للاتنين ديفورم. طب ده ما تغيرش، انا ممكن اجي مثلا هنا بقى اقول انا هعمل فيكسد للسطح ده، بدأ يظهر عندي الشكل ده. الخيار ده انا مفعله المينتين باوندري بيحافظ لي على المسار بتاع المجسم ده للمجسم التاني، يعني من عند النهاية دي يبدأ ياخد نفس الشكل العدل. ممكن اجي الغي تفعيل الخيار ده واحدد اسطح. يعني مثلا لو جيت قلت انا هختار ايدج جديدة هنا وهختار ان همشي على الايدج دي، وبعدين جيت هنا مثلا عملت فيكسد كمان للسطح ده، وجيت هنا اخترت اسطح محددة وقلت مثلا اختار السطح ده والسطح ده السطح ده السطح ده، جيت مثلا هنا خلينا نخلي الايدج دي مثلا في الاتجاه ده، بدأت اشتغل هنا على اسطح بعينها. يعني لو جينا بصينا كده اللي مثلا الاسطح اللي انا حددتها هي اللي عليها الاختيار او هي اللي عليها الديفورم. طيب تعالى بقى نلغي مثلا المجسم ده خالص او نلغي الاسطح دي ونلغي المجسمين دول ونرجع تاني للمينتين باوندري. تعالى نلغي الايدج دي خالص ونخلي فيكسد فيس واحد اللي هو ده، او نلغيه خالص. عايزين نشوف ايه الاختيارات التانية اللي معانا. الشكل هنا ممكن اخليه زي ما انا شايفه كده، مينيموم ميديوم طبعا بيحصل تغيير عندي، ماكسيموم، واقدر طبعا ارفع في الدقة او اقللها زي ما انا حابب الشكل ده. يبقى دي كل الاختيارات المتاحة معانا في النوع ده البوينت. تعال بقى نشوف نوع تاني غير ده. اوكي طبعا بيخرج عندي بالشكل ده. نشوف النوع التاني من الديفورم، هنروح على انسيرت فيتشرز ديفورم. النوع التاني كيرف تو كيرف. ايه كيرف تو كيرف؟ تعالى كده مع بعض. لو انا عندي شكل مثلا عملته على انحناء معين او عملته عدل، وبعد كده عايز اغير الشكل ده من شكل عدل لانحناء، او لو هو عدل عايز انحناء عايز اغيره من انحناء لانحناء تاني او من انحناء لعدل، ازاي؟ تعالى نبدا بالشكل ده الاول. شكل الاسطوانه ده المفروض ان هو شكل عدل، عايز احوله لانحناء، المسار بتاعه عدل فعايز اخليه المسار منحني. فهنا لو الشكل ده مثلا كان اكسترود فانا هعمل له انا شكل مسار الانحناء علشان احوله لده اللي هو العدل. طب لو هو اصلا منحنى زي ده وفي اصلا سكتش انحناء، هحوله برضو من الانحناء ده لشكل عدل او لغيره. تعال نشوف بشكل افضل. اول حاجة هنا بيطلب مني فين السكتش العدل اللي انت هتشتغل عليه او المنحنى الاول، سواء كان شكل عدل او انحناء. فلو قلت انا اختار الخط ده، بعد كده فين اللي انت هتحول له؟ فاجي هنا اقول له مثلا انا هحول لده للشكل ده من الانحناء. تمام. طب بعد كده انا عندي مفعل الخيار ده، هنشتغل الاول من غيره وبعدين نجربه. خلينا نلغي الخيار ده.
وبعدين هاجي اختار المجسم اللي انا هشتغل عليه. فانا هقول مثلا ده، على طول هلاقي اتنقل وراح على المسار بتاعي الجديد، شكل الانحناء الجديد. وهنا برضو قلنا اقدر اتحكم في الشكل، طبعا كل الخيارات دي ثابته. طب ايه اللي عندي بقى في النهايه ده؟ الماتش. لو انا سبته نن، تعال نخليه سيرفس تانجنت، ايه اللي هيحصل؟ هيكون تانجنت مع السطح ده اللي انا اشتغلت عليه. طيب تعالى، واقدر طبعا اعمل ريفيرس. طب تعالى بقى نختار كيرف دايركشن، هياخد نفس شكل المسار. شوف الفرق بين الاثنين، لما عملنا سيرفس تانجنت بقى ده ماشي مع ده، لكن لما عملنا كيرف دايركشن بقى ماشي مع نفس مسار الكيرف. تمام، زي ما انا حابب. اوكي، هيطلع عندي بالشكل ده. طب تعالى نعمل له ايديت تاني كده. وطبعا خد بالك ان انا لما ضغطت هنا بقى هو الجزء اكسترود برضو، يعني الديفورم دي اداة حولت لي شكل الاكسترود للشكل ده. تعالى كده نرجع تاني ونعمل ايديت ونفعل الخيار ده فيكسد ايدجز. في الفيكسد ايدجز هنا بقى ممكن برضو انا اختار سطح اعمله فيكسد. يعني لو انا جيت مثلا هنا كده وقلت انا اعمل فيكس للسطح ده، ايه اللي حصل؟ ثبت السطح ده ما سحبوش معايا على الانحناء وخد الباقي، عمل لي ده فيكسد. زي ما انا برضو لو جيت هنا واخترت كمان فيكسد لده، ايه اللي حصل؟ بقى الشكل بالطريقه دي. طبعا ده مجرد اشكال بس تعريفيه للاداه، لكن في التصميمات الفعليه بيكون طبعا انت بتكون محدد القياسات بتاعتك بالظبط علشان تطلع شكل الانحناء اللي انت عايزه. تمام، ده الفيكسد. برضو هنا ممكن احدد اسطح اعمل عليها هي بس، يعني لو جيت هنا وقلت انا هشتغل بس على السطح ده كده. تمام، او ان انا بختار الاجسام اللي انا اشتغلت عليها اللي هو ده البوز اكسترود ده اللي انا شغال عليه. طيب ايه تاني عندي؟ طبعا برضو قلنا اقدر اتحكم في الشكل. هنا يمكن باين اوضح من لما كنا شغالين على الشكل المستطيل، بتلاقي الدقة بتكون اعلى كل ما بزود او بتقل هنا كل ما بقلل. تمام، وهنا بقدر برضو اتحكم في الويت، ونفس الخيارات في المماس، او ان انا بقى افعل الخيار ده اليونيفورم واخلي الديفورم موحد على الكل، يبقى دي كل الخيارات المتاحة معايا. طيب في عندي خيارات تانية، في تعالى بقى هنا كده، احنا هنا لما اخترنا السكتش ده والسكتش ده، انا ممكن اضيف انحناءات تانية. يعني لو انا عايز اخلي الشكل ده ياخد انحناء ما بين اكتر من انحناء تاني، يعني ممكن اجي هنا واقول له انا عايز اضيف كمان حاجة انحناء تاني، فاقول له مثلا اللاين ده واللاين والانحناء ده، ايه اللي حصل؟ خلي من الانحناءين الاتنين لانهم موجودين، ممكن اقلب من هنا لو رجعت كده، ده الانحناء الاول ده الانحناء التاني، يعني هاخد لك الانحناء ده والانحناء ده، وممكن برضه اضيف التالت لو جيت انا عملت زائد كمان، وممكن اخد ده كمان معايا واخد ده. ايه اللي حصل؟ خد لي شكل من التلات انحناءات اللي قدامي. طب انا عايز الغي حاجه منهم، برجع هنا زي ما عملت زائد، ممكن مثلا انا عايز الغي ده الدايره، بعمل ناقص خلاص بشيلها. عايز الغي ده كمان، بعمل ناقص، اللي انا مش عايزه بلغيه. تمام، طيب ده حاجه. تعالى بقى نجرب على اللي هو اصلا منحنى، يعني مثلا السويبت ده، خلينا نظهر السكتش بتاع الانحناء المسار. لو رحت هنا كده برضو عملت انسيرت فيتشر ديفورم، وجيت هنا بقى المره دي اخترت السكتش ده وقلت عايز احوله لده للعدل، وبعدين اخترت البادي ده، طبعا بقيه المعطيات معروف، هلاقيه على طول جابهولي على الانحناء ده. وطبعا اقدر اظبط الشكل زي ما انا عاوز، طبعا كل ما بزود الدقه بتكون اعلى بالشكل اللي انا عايزه، هيديني الانحناء على المسار ده. ممكن اصلا ما اشتغلش على ده واجي هنا كده واقول له لا انا مش هشتغل على ده خالص، انا عايز احول الانحناء ده للانحناء ده كده، على حسب ما انا محتاج، او هشيل ده خالص واختار على الانحناء ده الدايره السيركل.
الشكل ده. كده واغير زي ما انا عاوز بين المينيموم الميديوم الماكسيموم. طيب انا خلاص استقريت على هيخرج عندي بالشكل ده. لو انا بقى جيت انا ضغطت على ده كده بقى هو ايه السويبت، خلاص بقى ده المسار الجديد اللي كان هنا اتنقل وجاه هنا، وده كان تاني نوع. فاضل معانا نوع تالت ناخده معانا هو كمان. النوع التالت وهو ان انا ادفع سطح اللي هو البوش سيرفيس، ازق سطح معين بقيم معينه. تعال نشوف هنعمل الكلام ده ازاي. لو رحت تاني على انسيرت فيتشرز ديفورم، والمره دي اخترنا النوع التالت سيرفيس بوش بالشكل ده. طبعا الشكل اتغير تماما. اول حاجه هنا بيقول لي فين الاتجاه اللي انت هتدفع عليه، فانا مثلا ممكن اقول ان هزق على الحافه دي، وطبعا اقدر اعمل ريفرس للاعلى لو انا هزق لفوق، او لتحت لو انا هزق لتحت. تمام. بعد كده عندي بقى الديفورم ريجون. لو انا هنا هحدد سطح معين اعمل هو بس اللي ياخد الدفع، او انا مثلا اختار المجسم بالكامل فهنختار المجسم ده، او ممكن طبعا احدد سطح لو انا عايز. احنا مثلا اخترنا المجسم ده اللي هنعمل عليه الدفع. بعد كده بقى الاداء اللي انت هتعمل بيها الدفع. انا عايز ادفع الشكل ده لفوق، فهدفعه ازاي؟ فلازم يكون عندي اداة تعمل له دفع. فهنا بقى عندي اختيارات. اول حاجة انا ممكن عندي بقى البيضاوي او الشكل البيضاوي، طبعا الاختلاف بينهم بسيط جدا. مثلا لو انا جيت اخترت الشكل ده الاليبس ده مثلا كده. طيب ايه تاني عندي؟ ابدأ بقى ادي قيمة. انا هدفع بقيمة قد ايه؟ مثلا 10 20 30 زي ما انا عاوز. تمام. بعد كده المفروض ان انا احرك التريت بتاعي في المكان اللي انا هعمل فيه الديفورم. يعني عندي طبعا المحاور اكس واي وزد، اقدر احرك القيم من هنا واقدر ازود من هنا. مثلا لو انا قلت انا هطلع بقى لفوق مثلا قيمه كده معينه اللي هي القيمه دي على الواي، وممكن مثلا عايز اجي شويه كده كمان اهو. جيت مثلا على الحافه فبدأ الشكل اللي انا اخترته ده يبان معايا هنا بالقيمه دي على حسب الشكل اللي انا اخترته. الشكل البيضاوي ده بدأ يظهر لي في المكان ده هنا علشان يبان معانا بس. او ممكن نجيبه مثلا عند الحافة هنا كمان في الاكس اهو، هيبان معانا هنا اكتر، واقدر ازود او اقلل القيمة زي ما انا عاوز كده. طبعا انا كل ما هقلل هيبان اكتر كده بالقيمة اللي انا محتاجها. واقدر طبعا اعمل روتيت على المحاور بالشكل ده، وممكن برضه من القيم من هنا زي ما انا محتاج اغير. ده كده اول شكل اهو. لو جينا اوكي هيبان معانا بالشكل ده في المكان اللي انا حددته. طب لو رجعنا عملنا ايديت واخترنا شكل الابسويد هنلاقيه يعني قريب منه، يعني اختلاف بينهم بسيط قوي على حسب برضو ما انت محتاج. طيب تعال نختار شكل البوليجون وتعال نتحرك جوه شوية على المحاور كده. هنلاحظ هنا لو نبص على شكله بيقطع ببوليجون بالشكل ده اهو. كل ما ازود بيقطع ببوليجون. ممكن نخلي الزوايا هنا صفر بالشكل ده، يبقى البوليجون طالع بشكل عدل كده. وممكن برضو اقلبه بالشكل ده زي ما انا عاوز اهو، واخدين بالنا من شكله. اقدر اقلب واتحكم فيه زي ما انا عاوز في شكله في القطع ايه، سواء من هنا او من القيم اللي تحت كده اهو، وازود وأقلل زي ما أنا محتاج القيم على حسب المقاسات بتاعت اللي أنا شغال عليها. هنلاقيه شكله كده عمل قطع من زيادة من فوق وفرغ من تحت. تعالى كده ناخد سيكشن فيو أهو، بيزود من فوق واللي زوده بيفرغه من الداخل كده. تعالى نرجع تاني ناخد نوع تاني ونقول مثلا هنشتغل على الريكتانجل نفس
الفكرة اهو ظهر عندي الريكتانجل فوق اهو، وابدأ برضو اتحرك عليه زي ما انا عاوز في الشكل. عندي تاني ان انا بقى ممكن اختار مجسم، لو جيت هنا بقى قلت له سيلكت بقى، يبقى انا عندي مجسم هعمل بيه الدفع. فهنا مثلا هختار مثلا المجسم ده كده، فهيبدأ يعمل عندي عملية الدفع. ممكن برضو نعدل في القيم لو انا عايز يطلع بقى بالشكل ده كده كشكل نايم، او ان انا مثلا هخدي له زوايا تانية، هخلي مثلا هنا 0 والمحور ده برضو نقول ان هو 0 0 بالشكل ده، او اقلب فيه زي ما انا عاوز اهو كده. انا طلعت مثلا بالشكل ده كده، اوكي خرج عندي بالشكل ده اهو، عمل فتح من الداخل وطلع بالشكل لفوق كده. او ان اجي هنا واقول مثلا انا هشتغل على شكل كروي اخر نوع، ان انا اختار الشكل الكروي ده اهو، ده شكل الكرة ظهر معايا اهو وعمل عملية الدفع لفوق او في الاتجاه اللي انا عايزه. طبعا بقى زي ما قلنا اقدر اتحرك على المحاور بالشكل كده كده زي ما انا محتاج بالشكل ده، اوكي كده خرج معايا الشكل اللي انا محتاجه ده الديفورم. يبقى ده كان كلامنا النهارده عن الدوم، عرفنا ازاي بنستخدمه وايه المعطيات بتاعته، واتكلمنا برضو عن الديفورم وشفنا كل انواعه. معلش انا عارف الحلقه طولت شويه، بس انا حبيت ان انا اشرح الاداتين بالتفصيل وبكل اللي فيهم. يا رب يا جماعه تكون كانت حلقه كده سهله وبسيطه، لو في اي مشكله قابلتكم اكتبوا لي في التعليقات او ابعتوا لي على رابط الاسئله في صندوق الوصف. ولو عجبك الفيديو اعمل لايك او مشاركه الفيديو، اشترك في القناه وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. كان معكم محمد عياد، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.